أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. قال الإمام الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره: إذا مت عن الخلق قيل لك رحمك الله وأماتك عن الهوى، وإذا مت عن هواك قيل لك رحمك الله وأماتك عن إرادتك ومناك، وإذا مت عن الإرادة قيل لك رحمك الله وأحياك حياة لا موت بعدها، وتغنى غنى لا فقر بعده، وتعطى عطاء لا منع بعده، وتراح براحة لا شقاء بعدها، وتنعم بنعمة لا بؤس بعدها، وتعلم علما لا جهل بعده، وتؤمن أمنا لا خوف بعده، وتسعد فلا تشقى، وتعز فلا تذل، وتقرب فلا تبعد، وترفع فلا توضع، وتعظم فلا تحقر، وتطهر فلا تدنس، تتحقق فيك الأماني وتصدق فيك الأقاويل، فتكون كبريتا أحمر فلا تكاد ترى، وعزيزا فلا تماثل، وفريدا فلا تشارك، وحيدا فلا تجانس، فحينئذ تكون وارث كل نبي وصديق ورسول، وبك تختم الولاية، وبك يدفع البلاء والمحن عن الخاص والعام، فتكون شحنة البلاد والعباد، وتنطلق إليك الأرجل بالسعي، والرجال والأيدي بالذل والعطاء والخدمة بإذن خالق الأشياء في سائر الأحوال، وتتكلم الألسن بالذكر الطيب، ولا يختلف فيك اثنان من أهل الإيمان، يا خير من سكن البراري وجال بها. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وقال الشيخ: إذا رأيت الدنيا في يدي أربابها بزينتها وأباطيلها وخدعها ومصائدها وسمومها القتالة مع لين مس ظاهرها وضراوة باطنها وسرعة إهلاكها وقتلها لمن مسها واغتر بها وغفل عن وليها ونقضها للعهود، فكن إذا رأيت ذلك كمن رأى إنسانا على الغائط بالبراز، بادية سوءته وفائحة رائحته، فإنك تغض بصرك عن سوءته وتسد أنفك من رائحته ونتنه. كن هكذا مع الدنيا وأهلها، إذا رأيتها غض بصرك عن زينتها وسد أنفك عما يفوح من روائحها وشهواتها ولذاتها، فتنجو من آفاتها، ويصل إليك كل ما قسم الله لك، وأنت في هناءة من العيش. قال الله تعالى لنبيه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا
منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وقال رضي الله تعالى عنه: افنى عن الخلق بإذن الله تعالى، وافنى عن هواك بأمر الله تعالى، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وافنى عن إرادتك بفعل الله تعالى، فإنك إذا فعلت ذلك صرت صالحا أن تكون وعاء لعلم الله تعالى. فعلامة فنائك عن خلق الله تعالى انقطاعك عنهم وعن التردد إليهم واليأس مما في أيديهم، وعلامة فنائك عن هواك ترك التكسب والتعلق بالسبب في جلب النفع ودفع الضر، فلا تتحرك فيك ولا تعتمد على نفسك ولا على غيرك، ولا تذب عنك ولا تنفر بنفسك، بل تكل كل ذلك إلى الله تعالى، لأنه تولاك أولا فيتولاك آخرا، كما كان ذلك موكولا إليه في حال كونك مغيبا في الرحم، وكونك رضيعا طفلا في مهدك. وعلامة فنائك عن إرادتك بفعل الله سبحانه وتعالى أنك لا تريد مرادا قط، ولا يكون لك غرض، ولا يبقى لك حاجة ولا مرام، فإنك لا تريد مع إرادة الله تعالى إرادة سواها، بل يجري فعل الله فيك، فتكون أنت عند إرادة الله تعالى وفعله ساكن الجوارح، مطمئن الجنان، منشرح الصدر، منور الوجه، عامر البطن، غنياً عن الأشياء بخالقها، تقلبك يد القدرة ويدعوك لسان الأزل، فتكون منكسرا أبدا لقدره، ويكسوك أنوارا منه والحلل، وينزلك من أولي العلم الأول، فتكون منكسرا أبدا، فلا يثبت فيك شهوة أو إرادة، كالإناء المنثلم الذي لا يثبت فيه مائع أو كدر، فتنقى عن أخلاق البشرية، فلن يقبل باطنك شيئا غير إرادة الله عز وجل، فحينئذ يضاف إليك التكوين وخرق العادات، فيرى ذلك منك في ظاهر الفعل والحكم، وهو في حقيقته فعل الله سبحانه وتعالى وإرادته الحقة في العالم، فتدخل في زمرة المنكسرة قلوبهم الذين كسرت إرادتهم البشرية وأزيلت شهواتهم الطبيعية، فاستؤنفت لهم إرادة ربانية، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حبب إلي من دنياكم ثلاث، الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. حبب إلي بعد أن خرج منه وزال عنه تحقيقا بما أشرنا وتقدم. قال الله تعالى: أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. فإن الله تعالى لا يكون عندك حتى تنكسر جملة هواك وإرادتك، فإذا انكسرت ولم يثبت فيك شيء أنشأك الله تعالى
فجعل فيك إرادة فتزيد بتلك الإرادة، فإذا صرت في تلك الإرادة المنشأ فيك كسرها الرب تعالى بوجودك فيها، فتكون منكسر القلب أبدا، فهو لا يزال يوجد فيك إرادة ثم يزيلها عند وجودك فيها، هكذا إلى أن يبلغ الكتاب أجله، حينها يحصل اللقاء. فهذا هو معنى عند المنكسرة قلوبهم من أجلي، ومعنى قولنا عند وجودك فيها هو ركونك وطمأنينتك إليها. قال الله تعالى في حديثه القدسي الذي يرويه نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وفي لفظ آخر: فبي يسمع وبي يبطش وبي يعقل. هذا لا يكون إلا في حالة الفناء لا غير. فإذا فنيت عن نفسك وفنيت عن الخلق، والخلق إنما هم خير وشر، كذلك أنت خير وشر، حينئذ يؤمنك من شره ويغرقك في بحار خيره، فتكون وعاء كل خير ومنبعا لكل نعمة وسرور وحبور وضياء وأمن وسكون. فالفناء هو المنى، وهو المبتغى، وهو المنتهى، والحد والمرد الذي ينتهي إليه مسير الأولياء، وهو الاستقامة التي طلبها من تقدم من الأولياء والأبدال، أن يفنوا عن إراداتهم وأن تتبدل إراداتهم بإرادة الحق عز وجل. فذنوب هؤلاء السادة أن يشركوا إرادة الحق بإرادتهم على وجه السهو والنسيان وغلبة الحال والدهشة، فيدركهم الله تعالى برحمته بالتذكرة واليقظة، فيرجعوا عن ذلك ويستغفروا ربهم، إذ لا معصوم عن الإرادة إلا الملائكة عصموا عن الإرادة، والأنبياء عصموا عن الهوى، وبقية الخلق من الإنس والجن المكلفين لم يعصموا منها، غير أن الأولياء بعضهم يحفظون عن الهوى، ويحفظ الأبدال عن الإرادة، ولا يعصمون منهما، أي على معنى يجوز في حقهم الميل إلى الهوى والإرادة في الأحيان، ثم يتداركهم الله عز وجل باليقظة برحمته. اخرج من نفسك وتنحى عنها، وانعزل عن ملكك، وسلم الكل إلى الله تعالى، كن بوابه على باب قلبك، وامتثل أمره في إدخال من يأمرك بإدخاله، وانتهي بنهيه في صد من يأمرك بصده، فلا تدخل الهوى قلبك بعد أن خرج منه، فإخراج الهوى من القلب بمخالفة الهوى وترك متابعته في الأحوال كلها، وإدخاله في القلب بمتابعته، فلا ترد إرادة غير إرادة الله تعالى، ولا تتمنى، فالتمني وادي الحمقى، وفيه حتفك وهلاكك وسقوطك من عينه وحجابك عنه. احفظ أبدا أمره، وانتهي أبدا نهيه،
وسلم أبدا لمقدوره، ولا تشركه بشيء من خلقه. فإرادتك وهواك وشهواتك كلها خلقه، فلا ترد ولا تهوى ولا تشتهي كي لا تكون مشركا بالله. قال سبحانه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ليس الشرك عبادة الأصنام فحسب، بل هو متابعتك لهواك، وأن تختار مع ربك شيئا سواه من الدنيا وما فيها والآخرة وما فيها. فكل ما سوى الله تعالى هو غير الله، فإذا ركنت إلى غيره فقد أشركت به عز وجل غيره. فاحذر ولا تركن لمخلوق، وخف ولا تأمن وفتش، ولا تغفل فتطمئن، ولا تضف إلى نفسك حالا أو مقاما، ولا تدعي شيئا من ذلك. فإنك إن أعطيت حالا أو أقمت في مقام فلا تختر شيئا واحدا من ذلك، فإن الله تعالى كل يوم هو في شأن، في تغيير وتبديل، وأنه يحول بين المرء وقلبه فيزيلك عما أخبرت به، ويغيرك عما تخيلت ثباته وبقاءه. بل احفظ ذلك فيك، فإن فعلت ذلك فإنه كل الثبات والبقاء. فتعلم أنه موهبة، وتسأل الله تعالى التوفيق للشكر واستر رؤيته، فإنك إن فعلت ذلك كان فيه زيادة علم ومعرفة ونور وتيقظ وأدب. قال سبحانه: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ فلا تعجز الله في قدرته، ولا تتهمه في تقديره ولا تدبيره، ولا تشك في وعده. فليكن لك في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسوة حسنة. نسخت الآيات والسور النازلة عليه، المعمولة بها، المقروءة في المحاريب، المكتوبة في المصاحف، ورفعت وبدلت، وأثبت غيرها مكانها، ونقل صلى الله عليه وآله وسلم إلى غيرها. هذا في ظاهر الشرع. أما في الباطن والعلم والحال فيما بينه وبين الله عز وجل، فكان يقول: إنه ليغان على قلبي، فأستغفر الله في كل يوم 70 مرة، ويروى 100 مرة. كان صلى الله عليه وآله وسلم ينتقل من حالة إلى أخرى، ويسير في منازل القرب وميادين الغيب، ويغير عليه خلع الأنوار، فتستبين الحالة الأولى عند ثانيها ظلمة ونقصانا وتقصيرا في حفظ الحدود، فيلقن الاستغفار لأنه أحسن حال للعبد، والتوبة في سائر الأحوال لأن فيها اعترافه بذنبه وقصوره، وهما صفتا العبد في سائر الأحوال، فهما وراثة من أبي البشر آدم عليه السلام إلى المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، حين اعترت صفاء حاله ظلمة النسيان للعهد والميثاق، وأراد الخلود في دار السلام، ومجاورة الحبيب الرحمن المنان،
ودخول الملائكة الكرام عليه بالتحية والسلام، فوجدت هناك نفسه مشاركة إرادته لإرادة الحق، فانكسرت لذلك تلك الإرادة، وزالت تلك الحلل، وانعزلت عنه تلك الولاية، فانهبط عن تلك المنزلة، وأظلمت تلك الأنوار، وتكدر ذلك الصفاء. ثم تنبه وذكر صفي الرحمن، فعرف الاعتراف بالذنب والنسيان، ولقن الإقرار، فقال: ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. حينها جاءت أنوار الهداية وعلوم التوبة ومعارفها، والمصالح المدفونة فيها ما كان غائبا من قبل، فلم تظهر إلا بها، فبدلت تلك الإرادة بغيرها، والحالة الأولى بأخرى، وجاءته الولاية الكبرى، والسكون في الدنيا ثم في العقبى، فصارت الدنيا له ولذريته منزلا، والعقبى لهم موئلا ومرجعا وخلدا. فلك برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحبيبه المصطفى، وأبيه آدم صفي الله، أسوة حسنة في الاعتراف بالقصور والاستغفار في الأحوال كلها. إنك إذا كنت في حالة لا تختر غيرها أو أعلى منها ولا أدنى منها، إن كنت على باب دار الملك لا تختر الدخول إلى الدار حتى تدخل إليها جبرا لا اختيارا، وأعني بالجبر أمرا عنيفا متأكدا متكررا. ولا تكتفي بمجرد الإذن في الدخول، لجواز أن يكون ذلك مكرا وخديعة من الملك، ولكن اصبر حتى تجبر على الدخول، فتدخل الدار جبرا محضا وفضلا من الملك، فحينئذ لا يعاقبك الملك على فعله، إنما تتعرض العقوبة لك لشؤم تخيرك وشرهك وقلة صبرك وسوء أدبك وترك الرضا بحالتك التي أقمت فيها. فإذا أدخلت جبرا إلى الملك فكن مطرقا غاضا لبصرك، متأدبا محافظا لما تؤمر به من الشغل والخدمة فيها، غير طالب للترقي إلى الذروة العليا. فالخير كله في حفظ الحال والرضا بها، وترك الالتفات إلى ما سواها، أو أنه لا يخلو، إما أن تكون قسمتك أو قسمة غيرك، أو أن الله تعالى لم يقسم ذلك لأحد بل أوجده فتنة. فإن كان قسمتك وصل إليك شئت أم أبيت، فلا ينبغي أن يظهر منك سوء الأدب والشره في الطلب، فإن ذلك غير محمود في قضية العلم والعقل. وإن كان هذا هو قسمة غيرك فلا تتعب فيما لن يصل إليك أبدا، وإن كان ليس بقسمة لأحد بل هو فتنة، فكيف يرضى العاقل ويستحسن أن يطلب لنفسه فتنة وأن يستجلبها له؟ فقد ثبت أن الخير في حفظ الحال الذي أنت فيه، فإذا رقيت إلى الغرفة ثم إلى السطح فكن كما ذكرنا من الحفظ والإطراق والأدب، بل يتضاعف ذلك منك لأنك أقرب
وأدنى بالخطر، فلا تتمنى الانتقال منها إلى أعلى منها ولا إلى أدنى، بل اثبت وابقى في مكانك، ولا تغير وصف ما أنت فيه، ولا تجعل لك اختيارا في ذلك البتة، فإن ذلك كفر في نعمة الحال الذي أنت فيه، والكفر يجلب على صاحبه الهوان في الدنيا والآخرة. فاعمل على ما ذكرنا أبدا حتى ترتقي إلى حالة تصير لك مقاما فتقام فيه فلا تزال عنك، حينئذ تعلم أن هذا موهبة ظهر بيانها ودليلها فتتمسك به. فالأحوال للأولياء والمقامات للأبدال، والله يتولى هداك. ويكشف للأولياء والأبدال في أفعال الله ما تنبهر به العقول وتخرق به العادات والرسوم، فهي على قسمين: جلال وجمال. فالجلال والعظمة يورثان الخوف المقلق والوجل المزعج والغلب العظيم على القلب بما يظهر ذلك على الجوارح، كما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسمع من صدره أزيز كأزيز المرجل في الصلاة من شدة الخوف، لما يرى من جلال الله عز وجل وينكشف له من عظمته. ونقل مثل ذلك عن إبراهيم خليل الرحمن صلوات الله عليه وسلامه وعمر الفاروق رضي الله عنه. أما مشاهدة الجمال فهي تحلي القلوب بالأنوار والسرور والألطاف والكلام اللذيذ والحديث الأنيس والبشارة بالمواهب الجسام والمنازل العالية والقرب من الله عز وجل، ما جف به القلم من أقسامهم في سابق الدهور، فضلا منه ورحمة وإثباتا منه لهم في الدنيا إلى بلوغ الأجل وهو الوقت المقدور، لئلا يفرط بهم المحبة من شدة الشوق إلى الله تعالى فتنفطر مرائرهم فيهلكون ويضعفون عن القيام بالعبودية إلى أن يأتيهم اليقين الذي هو الموت، فيفعل ذلك بهم لطفا منه ورحمة منه ومداوات وتربية لقلوبهم ومدارات لها، إنه حكيم عليم لطيف بهم رؤوف رحيم. لهذا روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول لبلال المؤذن رضي الله عنه: أرحنا يا بلال بالإقامة لندخل في الصلاة لمشاهدة ما ذكرنا من الحال. لهذا قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا أنت التواب الرحيم. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم فرج عن أمة حبيبك محمد. اللهم أصلح أمة حبيبك محمد. اللهم ارحم أمة حبيبك محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.